الحمد لله بار النسم منشئ الخلق من عدم، نجى نوحا من الطوفان الذي عم، وأغرق فرعون في اليم. إله عظيم من رجا بابه فلا يهتم ولا يغتم، رفع السماء سبعا بلا عمد، وبسط الأراضين مثلهن على ماء جمد، وأرسى الجبال فوقهن لهن وتد، وخلق الخلق وأحصاهم عدد. وهو أحن علينا من الأم بالولد، مظاهر رحمته في كل مكان. إنه الله أنبع الماء من الجلمود، وأخرج الزهر والثمر من يابس العود، وهو الغفور الودود. والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير من ركب الخوادي، وأبر من دعا في النوادي، وفاق ليوث العوادي. يا بائعا بأرض طيبة عنبرا، بجوار أحمد صلى الله عليه وسلم لا تبيع العنبرا. إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطرا. صلوا على خير البرية تغنموا، عشرا يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يعفى والنفوس تنعم. بأبي أنت وأمي يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وها نحن في لقاء جديد مع السيرة العطرة والأيام النضرة لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ونحن في يوم الجمعة لعشرين خلون من شهر ربيع الأول لعام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للسابع من الشهر الثاني عشر من العام 2017 بعد 2000 بالتقويم الجريجوري. وها نحن نعيش في هذه الخطبة إن شاء الله 13 سنة من عمر النبي المديد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل 17 سنة. مات أبو طالب؟ كلا، بل مات أبوه عبد المطلب، وانتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جده إلى عمه. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نافلة القول له 10 أعمام، وأبوه هو الذبيح الثاني. من الذبيح الأول؟ إسماعيل عليه السلام. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من إيش؟ من الصابرين.
للصالحين. أصبر وأكن ولدا بارا صالحا لك يا أبتا. فلما أسلم وتله للجبين أخذه في ما تسمى بربوة الحضارم في طريق الجمرات، وعند الأولى أراد أن يذبحه فأتاه الشيطان قال: أتذبح ولدك فلذة كبدك الذي أتاك بعد عمر مديد بعد أن بلغت الثمانين؟ فرجمه بسبع حصيات، ثم تحرك إلى المكان الجمرة الوسطى فقال له مثل ما قال، فرجمه بسبع حصيات، ثم تحرك إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة فأتاه الشيطان فقال له مثل ما قال، فحصبه بسبع حصيات. وما نحن نقوم به الآن من رمي الجمار في الحج إنما هو إقامة لشعيرة الله عز وجل ولما قام به إبراهيم من رجم الشيطان حتى لا يوسوس لابن آدم المسلم الإنسان. ثم أخرج سكينه وأراد أن ينحر ابنه رضاءً لأمر ربه، فإذا بالله تبارك وتعالى كأن رقبة إسماعيل قد تصفحت ولم يعمل فيها السكين، والله على كل شيء قدير، فهو الذي يعطي بالسبب كذكر وأنثى، وهو الذي يعطي من غير سبب، وهو الذي يعطي مع انعدام السبب، وهو الذي يعطي مع تعطل السبب. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ثم كان عبد الله من نسل إسماعيل، من نسل عدنان ولد إسماعيل، فإذا بعبد المطلب يريد أن يحفر زمزم فنابذه عليه أهل قريش فقال: إن أعطاني الله عشرة من الولد ذبحت منهم واحدا. نذر ذلك، فإذا به يرزق كما تمنى. وحان وقت ماذا؟ وحان وقت الوفاء بالنذر، ووقعت القرعة على عبد الله أبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. فأراد أن يذبحه فقيل له: كيف تذبح ابنك؟ قال: إنه النذر والوفاء به. فدل على امرأة تستقسم بالأزلام، والاستقسام بالأزلام شرك وكفر، لكنهم في ذلك الوقت كانوا على تلك العقيدة الفاسدة. فقال: أين هي؟ قالت: بأرض كذا. فذهب إليها فقالت: اجعل القداح، وكانت ثلاثة أزلام، افعل ولا تفعل، والثالثة غفل لا كتابة فيها. فكلما استقسموا بالأزلام خرجت على عبد الله. فقيل: اجعلوا مكانها عشرة من الإبل، ثم عشرين، ثم ثلاثين، ثم أربعين، حتى لما وصلوا إلى المئة خرجت القرعة على الإبل ولم تخرج على من؟ ولم تخرج على عبد الله. فنحرت مئة من الإبل، أكل منها السباع والهوام والطير وكل الناس. هذا هو معنى ذلك، أنه يقول: أنا ابن الذبيحين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعشرة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم خلد التاريخ ذكر أربعة منهم: اثنان مؤمنان، أسد الله حمزة، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، واثنان كافران، أحدهما كافر معاند نزل فيه قول ربنا عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، واسمه عبد العزة، والثاني كافر معاضد وهو أبو طالب، واسمه عبد شمس، وهو الذي سيأتي معنا في السيرة
أن النبي قال له صلى الله عليه وسلم: يا عما، قل كلمة أحاج لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله. فما زال به أبو جهل وغيره ويقولون: أتترك ملة آبائك وأجدادك؟ حتى مات وهو يقول أن إنه على ملة عبد المطلب. فنزل فيه قول ربنا عز وجل بعدما اشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن انتقلت كفارة النبي إلى ذلك العم المعاضد. ولقد علمت أن دينك خير البرية دينا، هكذا في ألفيته يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، بيض السمالة عصمة الأرامل. في لميته أيضا يمدح النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأجمل منك لم تر قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان أبو طالب رجلا فقيرا، وكان شريفا في قومه، بل كان سيد قومه، وزوجه فاطمة بنت أسد، ومن أبناؤه؟ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، زوج البضعة المباركة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ومن أيضا أبناؤه؟ جعفر ابن أبي طالب الطيار، الذي جعل الله له جناحين يطير بهما فين؟ يطير بهما في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وفي ذلك البيت المتواضع تقول فاطمة بنت أسد: كان الطعام لا يكفينا، فلما حل بنا النبي عليه الصلاة والسلام أصبح الطعام يكفينا ويزيد. بركة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما جاء في السيرة الحلبية، ليس له سند متصل لتلك الرواية، لكن في السيرة يتجوز عما في غيره، ونحن نسند، ومن أسند فقد أزال التهمة. فكان هكذا عليه الصلاة والسلام قال: ويبيت أبنائي شعثا، ويصبح النبي دهينا عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمزة أخذ جعفر عنده، وبقي النبي مع بقية أبناء أبي طالب. هنا تتجلى مروءة النبي عليه الصلاة والسلام، يرعى الغنم ويعمل وهو ابن 12 سنة أو ابن 9 سنين ليساعد من؟ عمه. لم يكن عبئا ثقيلا ولا هما وبيلا كما هو كثير من أبنائنا إلا ما رحم الله عز وجل، يأكل ويشرب ويعق أباه. يحكي لي أحد الفضلاء من أهل هذا المسجد أن له من الأبناء من لم يسلم عليه منذ 1.5 سنة، نعوذ بالله من العقوق. يعيش معه في نفس البيت ويأكل من خير أبيه ولا يسلم عليه 1.5 سنة، ما يقول له: يا أبوي السلام عليكم، نسأل الله السلامة والعافية. وإن من أشد الشقاوة أن يبتلى المرء بعقوق الوالدين. الله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم حان الوقت لما يكون من عادة أهل قريش في خروجهم إلى التجارة، ولذلك الله يقول لإلاف قريش: إلافهم رحلة الشتاء والصيف. في الشتاء يخرجون إلى بلدة باردة إلى الجنوب إلى اليمن، إلى بلدة حارة، وفي الصيف يخرجون لبلدة باردة فتكون إلى بلاد الشام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه وأشياخ من قريش بتجارتهم، ييممون إلى الشام. فلما وصلوا إلى تيماء، تعرفونها تيماء، فإذا هناك راهب قس نصراني اسمه بحيرة بالباء الموحدة التحتانية والحاء المهملة والياء المثنى والراء المهملة والألف
أو أحيانا الياء المقصورة على ضبطين عند أهل العلم. كان هذا الراهب مثل ما نقول ما بيعطيهم وجه، لما يأتون لا يخرج إليهم ولا يكرمهم ولا يسلم عليهم، لكن هو النبي معاهم الآن عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر حسنه العلامة الألباني في فقه السيرة، وهو معهم فإذا بهم لما قدموا ونزلوا قريبا من صومعته أشرف عليهم وخرج، بل نزل إليهم من صومعته، تعجبوا جدا. قال: هل معكم من أحد شريف؟ لمن هذا الولد؟ قالوا: لأبي طالب. قال: خليق أن هذا الولد ليس له أب حي. هكذا صفاته في التوراة والإنجيل، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون وصف النبي تماما عليه الصلاة والسلام. قال: هذا خليق أنه يتيم. اللهم صل على أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. قالوا: نعم، وهذا عمه، ولكن نسألك لماذا نزلت إلينا؟ قال: هذا نبي، هذا أوانه وصفته أعرفها، وفي كتبنا ومن صفاته خاتم النبوة في اللوح الأيسر من كتفه الأيسر عليه الصلاة والسلام، كما في الشمائل وغيرها أوتي خاتم النبوة، هو خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: فقال لعمه: إني أخاف عليه الروم، أخاف عليه النصارى، فارجع به حتى لا يقتلوه. قال: وكيف عرفت إنه نبي؟ قال: لما نزل مالت كل شجرة تظلله من الشمس، وهذا الشجر في ذلك الوادي لا يميل مظللا إلا الأنبياء عليه الصلاة والسلام. عجز القصيد وهده الإعياء لما أراد مدحك الشعراء، فالوجه بدر والسمات مليحة والنظم در والشفاه شفاء عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أرفدهم وأكرمهم وأعطاهم كحكا وخبيزا، وبينما هم كذلك إذ أتى جنود هرقل. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نبي يمر من هنا وهذا وقته. قال: أكنتم تمنعون قدر الله عز وجل؟ تقدر تمنع قدر الله؟ قالوا: لا. قال: فإنه نبي ذلك الزمان، فما تركهم حتى أسلما. ثم رجع ولم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أرسل أبو طالب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وبلال إلى مكة. ثم ماذا كان من الأحداث العاطرات في سيرة خير البريات عليه أزكى السلام والصلوات؟ هذا ما يكون في جزءنا الثاني من هذه الخطبة. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه ورضا بقدره وقضائه، والصلاة والسلام الأتمان أبدا على أبي القاسم أحمد وعلى آله وزوجه المستكملين الشرفا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء الأعظم. حفظ الله عز وجل نبيه من قاذورات الجاهلية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكما جاء عند الحاكم والبيهقي وغيرهما وفي الروض الأنف للسهيلي أن النبي سمع غناء ومزمارا من أطراف مكة. وهذه رسالة لإخواني وأحبابي وقرة عيني الذين ما زالوا يستمعون الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود: والله إنه الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني. فنقول لإخواننا كما قال ابن القيم: وكلام الرحمن ومزمار الشيطان في قلب امرئ أبدا لا يجتمعان، فلا تسمعوا لمن يقول لكم فيها قولان أو إلى آخره. الغناء حرام، قاله أهل العلم، وقاله ابن باز وابن عثيمين والألباني واللحدان والفوزان والغنيمان وجلة مشائخنا الكرام
عليه من الله المغفرة للأحياء منهم والأموات، فكيف تتلذذ بالقرآن وأنت تسمع مزمار الشيطان؟ قال أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة: الغناء رقية الزنا، عافانا الله وإياكم وكفانا وكفاكم. فقال لصاحبه، النبي مازال صغير، أبو 13 سنة وليس مكلفا وليس عليه نبوة بعد، فقال لصاحبه: دونك الغنم. ثم سأل: وإيش الصوت؟ قال: هذا عرس فلان بفلانة. قال: دونك الغنم، أروح أصمر معهم شوي وانت خلي بالك من إيش؟ من الأغنام. قال: فما مضيت قليلا حتى ضرب الله على قفايا فنمت، فلم أستيقظ إلا على حر الشمس. وما كان لنبي ينبغي أن يسمع حراما ولو كان دون التكليف عليه الصلاة والسلام. ولما كانوا يبنون الكعبة، سنأتيها لما النبي يبلغ عمره 35 سنة إن شاء الله عز وجل، فكانوا يحملون الحجارة، وهذه رسالة لإخواني الفضلاء الذين يلبسون ويظهرون فخوذهم عن طريق تلك الملابس القصيرة. النبي يقول لجرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورا. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: فرفع عليه الصلاة والسلام إزاره ووضع الحجارة عليه، فإذا به يغشى عليه ويسمع صوتا يقول له: غطي فخذك. قال: فما كشف النبي فخذه عورته بعد اليوم عليه الصلاة والسلام. أما ما كان من وضع البئر فهذه حادثة عين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما كان يأكل طعام الجاهلية عليه الصلاة والسلام، ولما كان بالتنعيم يوما وقد ذبحوا لأصنامهم ودعوه فلم يأكل معهم، قال: ولقيت في ذلك اليوم عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل أبو سعيد المبشر بإيش؟ بالجنة، الذي قال له النبي: استغفر لأبيك فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. كان زيد بن عمرو بن نفيل يقول إذا دعوه لطعام الجاهلية: أربا واحدا أدين أم ألف رب إذا تقسمت الأمور؟ عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أدعو ربي الديان وحده الذي يعفو إنه هو الغفور عليه الصلاة والسلام. ثم لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 20 سنة كان هناك حرب اسمها حرب الفجار أو حرب الفجار، وهذه كانت بين قبيلة قيس، وكانت مع أحلافهم من ثقيف، وكانت بين قريش وأحلافهم من الأحابيش، واستمرت 7 سنين عفانا الله وإياكم. من أجل من قال البراض: أتجير اللطيمة؟ قال: أجيرها على أهل كل الوادي. اللطيمة يعني القافلة. من أجل كلمة تقوم حرب 7 سنين عافانا الله وإياكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكنت أجمع النبلة لأعمامي، وحاش النبي أن يشارك في حرب لكفار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حفظه الله من ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن كان يعطيهم إيش؟ يعطيهم النبل. ثم وضعت الحرب أوزارها، وقام حرب بن أمية أبو أبي سفيان، ثم قال: احسبوا القتلى، فمن زاد أعطيناه الدية، والدية في رقبتي، ووضعت لكم ابن أبا سفيان رهينة في ذلك. فلما عدوا القتلى وجدوا أن القتلى من قيس وثقيف أكثر من القتلى من إيش؟ من قريش والأحابيش، فوداهم ودفعها. ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة أتى رجل من زبيد من أرض اليمن بتجارة، إلى فاشتراها منه العاص ابن وائل السهمي، ثم جحده ثمنها. ونقول: أخي المبارك، لا ينبغي أن يكون فينا من عادات الجاهلية أن نبخس الناس أثمانهم وأن نجحدهم أموالهم، وإن لم يكن بيننا وبينهم ورقة. اليوم القيامة يشهد كل شيء على الإنسان. فلما حدث مثل هذا فمنعه، فقام الرجل على جبل الصفا ثم استجار بأهل قريش: اجلسوا هؤلاء الأولاد يا أخوان، اجلسوا هؤلاء الأبناء، من له ولد يحفظه، لا يسوغ مثل هذا حفظكم الله ورعاكم، من عنده ابن أتى به للصلاة وفقه الله اجعله بجواره حفظكم الله ورعاكم. فاللهم احفظ أولادنا وربهم يا رب العالمين.
فقام ذلك الرجل ويستجير بأهل قريش، فإذا بعبد الله بن جدعان يجمع أهل قريش ويجعل حلفا يؤخذ فيه للضعيف من إيش؟ من القوي، وللمظلوم من الظالم، وسمي بحلف الفضول أو الفضول، لأن الذين شاركوا فيه كل أسماهم الفضل، الفضل بن الحارث، الفضل بن المنذر، الفضل بن فضالة، أو قيل لأنه فيه من الأعمال الفاضلة، فيه من الأعمال إيش؟ الفاضلة، وهي نجدة المظلوم. بلغ النبي 25 سنة، فكان حادث عظيم جدا في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خلدته السنة وخلده التاريخ، وذكر فيه من المناقب الشيء الكثير. فما هو ذلك الحدث الذي غير الحياة وغير هذه الدنيا؟ هذا ما يكون بإذن ربنا عز وجل في المجالس القادمات والجمعات القابلات، بإذن فاطر الأرض والسماوات من السيرة العطرة والأيام النضرة، ولقاؤنا الجمعة بعد القابلة بإذن الله عز وجل. نسأل الله في الأعمار وبارك في الأجال ربنا. فإلى ذلك الحين صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه والتسليم. فقال في محكم التنزيل في آية الذكر الحكيم مبتدئا بنفسه مثنيا بالملائكة المسبحة بقدسه مؤيها بكم أيها المؤمنون من خلقه قائلا حكيما عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الأخيار الأطهار الصديق أبي بكر صاحب الغار والفاروق عمر المغوار وذي النورين عثمان زوج الكوكبتين الأبكار وأبي السبطين علي الكرار وعن تام العشرة المبشرين بالجنان والتابعين وأمهاتنا الكرام وعنا معهم بإحسان إلى يوم الماء. ربنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أنزل علينا من بحر جودك البركات كفر عنا جميع السيئات وفقنا لقول لا إله إلا الله عند الممات. اللهم احسن عواقبنا واغفر ذنوبنا وارحم آباءنا واطل أعمار من هو حي منهم يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت الذنب وسترت العيب وتوليت الأمر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انزل على أهل هذا المسجد وأهل هذا الحي رحمة وبركة وعافية من عندك وتوبة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم اجمع بهم كلمة الإسلام وأعز بهم المسلمين. اللهم احفظ الأقصى من دنس اليهود. اللهم احفظ الأقصى من دنس اليهود. اللهم احفظ الأقصى من دنس اليهود. رد تدبيرهم عليهم يا رد تدبيرهم عليهم ومكرهم في أعناقهم ونحورهم يا قوي يا جبار يا متين. اللهم انصر جنودنا على الثغور. اللهم انصرهم بنصرك المبين وأيدهم بتأييدك القوي المتين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إن على بلاد المسلمين بالعافية والصلاح والإصلاح، واجعل بلادنا هذه أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. تم الكلام ربنا المحمود وله المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لاحق قمر وورق. وداخل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.